الموسم الماضي من الدرجة الثانية إلى الآن في هذا الموسم إلى مصاف الكبار، وكلاهما يبحث عن طوق النجاة، عن البقاء هنا مع الكبار قطر. سقوط بطبيعة الحال، من يعرف قطر جيدا أنها كانت كبوة، لكن لا يبدو أن قطر حتى اللحظة قادر على الاستفاقة من تلك الكبوة. عموما المباراة تبدأ وتنطلق. لدينا الملك القطراوي يتواجد على يمين السادة المتابعين، عندنا جاسم الهيل في حراسة المرمى، لدينا محمد الربيعي، محمد الجابري، أسامة محمود، عبد الرحمن محمد، السجاد مجتبى، برونو كانو، عبد الله العريبي، إبراهيم جمال، جاسم الهاشمي، وباتريك فابيانو. هي تشكيلة نادي قطر، الأسماء الأساسية التي يبدأ بها الكابتن عبد الله مبارك هذا اللقاء، وفرصة في هجوم. سقوط حكم المباراة عبد الهادي الرويلي يشير إلى المتابعة، لا قرار في اللقطة الماضية. هنا التوغل، الانطلاقة لأسامة محمود، سقوط في منطقة الجزاء، سقوط عادي تماما، يستمر اللعب بقرار عبد الهادي الرويلي. على يسار السادة المتابعين يأتي المرخية بألوانه البيضاء، حراسة المرمى لأفينالدو رودريغوز، لدينا صالح اليهري، صالح اليزيدي، كاري كاري، ألنتوري، الحاج مصطفى، ريبين سولاكا، محمد شعبان، بلال محمد، لورنس أوليكوي، وعبد القادر إلياس. هي تشكيلة المرخية وخيارات الكابتن يوسف آدم. تنطلق المباراة وتبدأ طبعا برغبة كلا الفريقين في الحصول على نقاط اللقاء الثلاث. الوضع لا يحتمل إهدار مزيد من النقاط سواء للمرخية أو حتى لقطر، وأنت إذا ما أخذت النقاط من متذير الترتيب فتصبح الأمور معقدة أن تأخذها من أهل الصدارة، وإن كان قد فعلها المرخية في الجولة الماضية عندما أجبر السد أن يتعادل معه ويأخذ لك نقطة من فم الزعيم ثمينة وغالية جدا. لدينا ركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة المرخية، الآن قريبة من منطقة جزاء الملك، التقدم أكثر من لاعب في الكرة الثابتة القادمة، تنقل داخل المنطقة، فيها رأسية، فيها محاولة ودربكة حاضرة، الدفاع يشتت ويبعد، تسترد مجددا للمرخية، النقلة في الطرف الأيسر، كاري كاري هداف الفريق حتى اللحظة، كان لورنس في الكرة الماضية النجم السابق للغرافة وللفهود عندما صال وجال صحبة الكتيبة في تلك السنين الجميلة بالنسبة لفهود الغرافة اللي كانوا لا يعرفوا إلا منصات التتويج، أي بطولة الغرافة كان مرشح لحصد لقبها في ذلك الزمن الجميل للفهود اللي رويدا رويدا يبحث عن استرداد. أوه. الفرصة الخطيرة الأولى، التهديد الأول الخطير يأتي للمرخية، العرضية من الطرف الأيمن ممتاز، الرأسية الماضية بشكل ممتاز، على ما يبدو أن كاري كاري في الكرة الماضية هداف المرخية حتى اللحظة، لديه ثلاثة أهداف، هو من يلعب الرأسية لكنها إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى لقطر، انطلاقة، أسامة ينقل كرة بينية قطراوية، باتريك يحاول، يا لها من سرعة ويا لها من بداية ويا له من هدف مبكر، يأتي الآن للملك القطراوي، هو الوافد البرازيلي الجديد فابيانو. يا سلام على النقلة يا أسامة، الله الله، يحط لك كرة من خلالها باتريك فابيانو وجها لوجه مع أفينالدو في الشباك المرخية. الملك يسجل أولا، يصل أولا، يتقدم أولا بهدف مبكر، الله على الحظ، ممتازة دون تعقيد، دون فلسفة، دون مبالغات، المرمى أمامه بكل ثقة وهدوء، الوافد باتريك فابيانو لويز يضع الملك الآن في المقدمة، يسجل أول الأهداف، هدف مبكر جدا، مبكر جدا هذا الهدف، يأتي لمصلحة
نادي قطر يأتي للملك الآن في الكرة الماضية الممتازة جدا ممتازة جدا كانت النقلة والارتدادة لنادي قطر بينية أسامة رائعة وإنهاء باتريك كان أروع وفي الختام الملك يفرح بأول أهدافه في المباراة بأول أهدافه في اللقاء هذا هدف أعتقد أننا أمام مباراة سيكون فيها مشهد حافل بالندية مشهد حافل بالإثارة مشهد حافل لنا كمتابعين بالفرجة بالمتعة والمشاهدة التقدم يأتي مبكرا لنادي قطر بطبيعة الحال سيبحث المرخي الآن عن إمكانية الرد الهجوم هو كان صاحب الفرصة الأولى في المباراة المرخية ما سجل لكن قطر هو من يسجل قطر مجددا يعاود الهجوم من الطرف الأيمن هذه المرة الكرة حاضرة لمصلحة الملك نقلة بينية يواصل هجومه يواصل تقدم الآن نادي قطر كلا الفريقين يعي تماما أهمية نقاط في المباراة الثلاث أهمية الانتصار في هذا اللقاء الكرة ما زالت قائمة من الطرف الأيمن قطراوية العرضية تنقل والدفاع يتدخل ويبعد ليس إلى بعيد مستردة لمصلحة قطر داخل المنطقة هذه المرة تطول الكرة ومباشرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى إلى ركلة مرمى هذا باتريك لويز يسجل أول أهدافه حاليا مع الملك القطراوي هنا الكرة لاحظ سريعة سريعة فيها ثلاث لمسات صراع جدا صراع جدا ثلاث لمسات ويصل قطر إلى مرمى المرخية هذه هجمة مثالية جدا تعود الكرة بنقلة في الخط الخلفي حاضرة لمصلحة المرخية قطر بالناحية الأرقام وبالأرقام في البطولة حتى الآن هو أفضل من المرخية من الناحية الهجومية أكثر تعافيا قطر لديه ما قبل هذه المباراة 12 هدف يقابلهم 8 أهداف فقط للمرخية كأضعف خطوط الدفاع الهجوم عفوا في البطولة حتى الآن المرخية يمتاز بالصلابة الدفاعية لكنه يقابل ذلك إن عنده خط هجوم غير فعال لا يسجل كثيرا 8 أهداف فقط في 12 مباراة ماضية تعتبر حصيلة تهديفية متدنية جدا بالنسبة للمرخية تعود بنقلة في وسط الميدان حاضرة ريبين السولاقة العراقي يملك كرة للمرخية في الخط الخلفي يبحث عن زميل على الإسناد يضعها في الطرف الأيمن حاضرة إلى محمد الشعبان محمد يملك كرة ينقلها بينية إلى لورانس أمامية باتجاه كاري كاري أو عبد القادر إلياس مقطوع الآن وسط الميدان لقطر محمد الجابري ينقل كرة أمامية لاعب نادي الجيش سابقا قبل ذلك بداياته كانت مع نادي السد محمد الجابري صاحب النقلة والتمريرة الماضية لكن أيضا كرة مرت أبعدت تتحول إلى رمية تماس الآن لمصلحة قطر بلال محمد القائد للمرخية في الخط الخلفي وبلال كان بطلب شخصي من الكابتن يوسف آدم أن يتواجد بلال مع المرخية على اعتبار الخبرة الكبيرة اللي يملكها بلال محمد نجم الغرافة نجم العنابي سابقا بطبيعة الحال يأتي لكي يقدم ما لديه من خبرة من إمكانيات مع المرخية في موسم صعب موسم شاق جدا الكرة برمية التماس اللي عجز عنه السد في المباراة الماضية طوال 90 دقيقة والسد الوصيف في بطولة الدوري وثاني أقوى خطوط الهجوم في بطولة الدوري عجز في 90 دقيقة أن يصل إلى شباك المرخية بينما قطر صاحب المركز الأخير احتاج 5 دقائق فقط ليسجل المرخية في وضعية هجومية الآن كاري كاري في الطرف الأيسر ينقل كرة تعاد إلى الريبين السولاكا بنقلة أمامية ساقطة صالح اليزيدي في الطرف الأيمن وبرافو جاسم الهاشمي على التغطية لكن الكرة ما زالت
قائمة مرخوية من الجبهة اليمنى. لورنس ينقل كرة عرضية تصطد خارج أرضية الملعب إلى ركلة ركنية. إلى ركلة ركنية حاضرة الآن لمصلحة المرخية اللي يهاجم يتقدم يبحث عن إدراك التعديل عن العودة إلى أجواء اللقاء من خلال الركنية. صالح اليزيدي يقلها على القائم القريب لكنها طبعا تعود إليه مجددا. صالح في الطرف الأيمن الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رامي التماس. سلامات إن شاء الله. سلامات سلامات للاعب قطر الواقع على أرضية الميدان جاسم الهاشمي. والله في الكرة الماضية عتب نوعا ما على صالح اليزيدي وعلى الآخر أيضا الحاج محمد مصطفى الكابتن واللاعب جاسم الهاشمي لاعب نادي قطر. سقط سقوط للأمانة كان سقوط قوي لأن اللي هو في الهواء صالح اليزيدي وقف مع لاحظ هنا أمامنا الإعادة. لاحظ الإعادة صالح أمام سقوطة يعني فقد توازنه بشكل فيه نوع قوة يعني أقل تقدير يا صالح أنك تطمئن على اللاعب. تشوف اللاعب الواقع نعم خارج أرضية الملعب اللاعب سيستأنف مالك علاقة لكن فقط اطمئن أنه بحالة جيدة وأكمل اللاعب ما في مشاكل. تبقى هذه الأمور فوق أي اعتبار آخر. كرة بنقلة حاضر أمامية مجددا لمصلحة قطر ممكن الثاني فابيانو باتريك فابيانو مجددا يظهر على الصورة. مزعج أحد استقطابات قطر في الانتقالات الشتوية يظهر نفسه بشكل ممتاز في بطولة الدوري حتى الآن. باتريك فابيانو لويز من سجل أول الأهداف من كاد أن يضيف الثاني لاعب حتى الآن يظهر بمواصفات قياسية ممتازة في منطقة جزاء الخصوم. كرة ملعوبة كانت أمامية للمرخية بمبدأ الأمان جاسم الهيل حارس المرمى يبعد إلى رمي التماس. ريبن سولاقا في الجبهة اليمنى تغيير اتجاه اللعب مباشرة إلى محمد شعبان. شعبان إلى صالح اليزيدي. صالح ينقل الكرة أمامية ساقطة إلى آلين توري. آلين توري لورنس في الطرف الأيمن. المرخية حتى الآن الجبهة اليمنى هي الأكثر نشاطا من ناحية الأداء الهجومي اللي يتواجد فيها صالح اليزيدي. محمد شعبان من خلفه ويضم معاهم على فترات لورنس وبالتالي تنشط بشكل ممتاز الجبهة اليمنى للمرخية. جاسم الهاشمي يعود إلى أرضية الملعب الآن. جاسم بعد أن تعرض للنوع سقوط وإصابة طفيفة يعالج ويعود إلى أرضية الملعب بالسلامة إن شاء الله لجاسم. تعود الكرة مجددا لمصلحة قطر. الخطورة ما زالت مستمرة من الطرف الأيسر. جاسم يحاول المرور ومحمد شعبان يقطع لكن تسترد مجددا للملك في وضعية هجومية ممتازة إلى عبد الله العريبي. عبد الله خلفية إلى محمد الربيعي. محمد في الطرف الأيسر طارت الكرة الماضية إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس. في الخط الخلفي بلال يملك كرته خلفيه الى ريبين سولاقا. سولاقا يقل في الجبهه اليسرى لمصلحه المرخيه الان حاضره. النقله داخل المنطقه لكنها تبعد الى خارج ارضيه الملعب. كان صالح اليهري ما زالت الكره في ارضيه الميدان. تعود للحاج او صالح اليزيدي يقل الكره مجددا لمصلحة المرخية. العرضية داخل منطقة الجزاء عبد القادر يسقط خطأ ضده. عبد القادر إلياس بالكرة المشتركة ما بينه وما بين إبراهيم جمال. عبد الهادي الرويلي يقول إن الخطأ ضد عبد القادر إلياس. كرة بركلة حرة ثابتة تأتي هنا أمامنا عبد القادر إلياس اللاعب اللي أتى للمرخية قبل نهاية القسم الأول بثلاث مباريات ويملك في رصيده هدف واحد سجله بقميص المرخية. كان هدف التعادل في شباك العربي بهدف مقابل هدف. المرخية من أكثر الفرق تعادلا في البطولة حتى الآن هو والغرافة ولكل منهم 5 تعادلات كأكثر الأندية تعادلا. وبطبيعة الحال التعادل على مستوى جمع النقاط مؤثر جدا. تفقد نقطتين واللي تكسب نقطة.
تعود لمحمد شعبان. الكرة خلفية لبلال، حذاري من الخطأ يا بلال. يتدارك خطأ ويلعبها مباشرة، تصل إلى الربين السلاكة، لا وجود لأي لاعب. لاحظ هنا من لاعبي قطر من أجل الضغط، قطر سجل أول الأهداف ويحاول أن يغطي بشكل أكبر في ملعبه في مناطق الخلفية، لا يريد أن يفتح اللعب المرخية. ومن الأسماء اللي كانت حاضرة أمامنا اللي بدأ فيها الكابتن يوسف آدم المباراة، كان واضح تماما أن تفكيره هجومي ويبحث عن نقاط المباراة الثلاث. عبد القادر إلياس، كاري ألنتوري، كلهم لاعبين بنزعة هجومية واضحة، معهم صالح اليزيدي ومعهم لورنس. كان واضح تماما الزيادة العددية الهجومية التي يبدأ بها اللقاء الكابتن يوسف آدم، لكن أتت الرياح بغير ما يشتهي ويريد هو وفريقه. قطر هو من يسجل أول الأهداف، والمرخية يبحث عن التعديل لكن غير قادر حتى اللحظة، وهجوم آخر لقطر جاسم الهاشمي. إياك الكرة على مشارف المنطقة، باتريك يسدد له كرة، هو هذا أسامة محمود صاحب النقلة والتمريرة الممتازة. أسامة يجرب حظه هذه المرة، يسدد من خارج المنطقة، واحدة من الحلول الحاضرة في عالم كرة القدم من أجل الوصول إلى شباك المنافسين، التسديد من خارج المنطقة، لكن افتقدت للدقة كرة أسامة. تعود الكرة السريعة لمصلحة المرخية في الطرف الأيسر، عرضية مثالية أمام المنطقة، تفقد المتابعة لكنها تسترد مجددا للمرخية. محمد شعبان ينقل الكرة إلى ريبين، الريبين في الطرف الأيسر، صالح اليهري بشكل خاطئ من صالح لكن في المساحة الخالية، وبالتالي الأقرب لها الزميل الريبين السلاكة. إلى بلال، نقلات وتمريرات المرخية حتى الآن في ملعبه، لكن إذا وصل إلى ملعب قطر فإنه يجد صعوبة في الاختراق حتى الآن. بفعل الوقوف الجيد للاعبي قطر، الكثافة العددية على اعتبار أن كل لاعبي الملك عائدين في ملعبهم من أجل التغطية والدفاعية في الدقائق الماضية من عمر اللقاء. نقلة أمامية ملعوبة، باتريك تبعد من أمامه، تعود مجددا إلى برونو. برونو كالو يسقط على أرضية الميدان، لديه هدفين مع نادي قطر. برونو كالو سجل في شباك الخور المباراة التي خسرها قطر بهدفين مقابل هدف، وسجل في شباك مصلان المباراة التي تعادل فيها قطر بهدف مقابل هدف. وسط الميدان، الكرة مقطوعة، عبد القادر الياس من كرته في شد واضح من القميص في اللقطة الماضية من محمد الجابري. القرار يأتي كلا اللاعبين بالمناسبة، محمد الجابري وعبد القادر الياس يعرفوا بعض جيدا على اعتبار أنهم سبقوا وأن تزامنوا في ذات الفريق، هو اللي هو فريق الجيش سابقا. الآن كل منهم في طريق، محمد الجابري اللي أمامنا على الصورة اللي يرتكب الخطأ في اللقطة الماضية، والركلة الحرة الثابتة حاضرة لمصلحة المرخية. عديدة هي الكرات الثابتة لكنها لا تثمر حتى اللحظة. إبلال يقل الكرة الخلفية، تصل لمحمد الحاج في الطرف الأيمن إلى محمد شعبان، استقبال جيد للكرة، محمد شعبان ينطلق يحاول أن يجد ثغرة لأجل العرضية. الكرة تطول من أمامه، وتغطية ممتازة في الكرة الماضية، التغطية ممتازة كانت من اللاعب برونو جالو. لاحظ انطلاقة محمد شعبان والصراع الثنائي ما بينه وما بين السجاد مجتمع. تنتهي الكرة في الأخير، تنقل أمامية وسط الميدان حاضرة لمصلحة قطر. من الطرف الأيسر كرة ملعوبة إلى صالح اليهري، اللاعب اللي كان المشكل السد بالمناسبة، يعني واحدة من أبرز الأمور بالنسبة للمرخية وأفضل النتائج، إن في الموسم الحالي رايح جاي السد ما فاز على المرخية، ولما تقول السد ما يفوز فأنت تتحدث عن إنجاز كبير للمرخية، لأن يقابل الزعيم يقابل السد، والسد ما يفوز على المرخية إلا بأروقة المكاتب في مباراة الافتتاح في القسم الأول، لما انتصر يوم المرخية في الملعب وخسر خارج الملعب. وكان اللاعب المشكلة هو صالح اليهري اللي حاضر مع تشكيلة المرخية يومها، تم إشراك صالح اليهري وهو لاعب لا يحق له اللعب، فاعتبر المرخية خاسر بثلاثية نظيفة في تلك المباراة. كرة تعود مجددا
بنقلة أمامية صالح اليزيدي بشكل ممتاز. طالت الكرة إلى خارج أرضية الملعب، تتحول إلى ركلة مرمى تأتي لمصلحة المرخية. لا، حكم المباراة يشير إلى أنها ركلة ركنية، ركلة ركنية حاضرة لمصلحة المرخية على يمين جاسم الهيل. الكرات الثابتة كواحدة من مصادر الخطورة والوصول تتاح للمرخية بشكل كبير، لكنها لا تستثمر حتى اللحظة. حاضر الآن آلين توري في منطقة الجزاء، الكرة تصل سهلة مباشرة إلى جاسم الهيل اللي يمسك ويبعد ويبقد في اللقطة الماضية. أمامنا على الصورة قبل قليل طبعا الصراع الثنائي خلف الخطوط ما بين الكابتن عبد الله مبارك والكابتن يوسف آدم، صراع وطني خالص يأتي خلف الخط بين الرجلين. عبد الله مبارك في جعبة صحبة فريق انتصارين في البطولة حتى الآن، بينما المرخية لا يملك إلا انتصار يتيم وحيد كان على حساب الخون بهدف مقابل لا شيء، هدف ناصر النصر الغائب عن تشكيلة نادي المرخية في هذه المباراة سواء الأساسية أو حتى في دكة البدلاء، غير حاضر ناصر النصر. لدينا نقلة أمامية ما زالت قائمة للمرخية اللي يواصل هجومه في الطرف الأيسر. صالح اليهري تقطع الكرة تبعد من أمامه، باترك يقود ارتداده، حاضرة للقطر من الطرف الأيمن هذا أسامة محمود، تبعد الكرة وتقطع إلى ريبن سولاكا، ريبن لبلان ربما من ناحية السيطرة والاستحواذ المرخية يبدو أفضل، لكن الأهم في عالم كرة القدم هي النتيجة، والنتيجة يتقدم بها قطر حتى الآن متابعينا الكرام بهدف مقابل لا شيء. نقلة ملعوبة من الطرف الأيسر حاضرة لمصلحة المرخية لكنها تطول، وصافرة تأتي أيضا وركلة حرة ثابتة حاضرة، ركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة نادي قطر. ملعوبة وسط الميدان، تعود بنقلة أمامية إلى أسامة، أسامة بينية ممتازة ممتازة الكرة الماضية، لكن برافو محمد شعبان، برافو محمد شعبان أيضا يبعد الكرة الأخيرة تسترد. محمد الحاج يلعب الكرة في الطرف الأيسر، إلى الحاج محمد مصطفى مجددا، يقل الكرة بينية إلى عبد القادر إلياس، عبد القادر يهبط من أجل استقبال الكرات وهو رأس الحرب عبد القادر إلياس، تعود الكرة لمحمد شعبان، محمد خلفية إلى ريبين السولاكا، ريبين إلى آلين توري، آلين توري لصالح اليزيدي، صالح اليزيدي من الطرف الأيمن، هجوم للمرخية، صالح يتلاعب، يقل الكرة داخل المنطقة إلى عبد القادر إلياس، العرضية تبعد تسترد ليس إلى بعيد، آلين توري، آلين توري إلى محمد الحاج، نقلة داخل المنطقة لا تصل لصالح اليزيدي، جاسم علي الهاشمي على التغطية في الكرة الماضية يبعدها تتحول إلى ركلة ركنية تأتي لمصلحة المرخية. صراع حامل وطيس جدا في المناطق الخلفية، يبدو أنه حتى الآن صراع خماسي خماسي ما بين الخور صاحب المركز الثامن ب 11 نقطة، لكن بعد هذه الركنية بعد هذه الركنية التي تأتي للمرخية مجددا صالح يزيدي داخل منطقة الجزاء، رأسية ملعوبة تصطد بالزميل، الرأسية الماضية تصطد بالزميل وتعود في ارتدادة سريعة من الطرف الأيمن، وبرافو محمد شعبان برافو، تغطية مثالية يبعد الكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس تأتي لمصلحة المرخية. محمد شعبان يقل الكرة إلى ريبيت سولاكا، المرخية وقطر هما يشكلوا اثنين من خمسة يتصارعوا حتى الآن من أجل البقاء، والفارق النقطي ضئيل وقريب جدا فيما بينهم،
نتحدث عن الخور صاحب المركز الثامن اللي يملك 11 نقطة، العربي اللي في المركز التاسع ويملك 10 نقاط، الخريطيات صاحب المركز العاشر 9 نقاط، المرخية 11 8 نقاط، قطر 12 8 نقاط. وبالتالي هذا التقارب النقطي الكبير جدا بين هذا الخماسي يضع الأمور على أشدها في الصراع من أجل البقاء. نقلة في الطرف الأيسر، حاضرة مجددا للمرخية، الهجوم يأتي بشكل ممتاز، صالح اليهري يمر لكن يفقد كرة دون عنوان، الدفاع يتدخل يبعد الكرة الماضية، تسترد سريعا للمرخية. قطر بدون أي أداء هجومي خصوصا ما بعد الهدف، هو في الخمس دقائق الأولى صنع فرصة أولا ومع الفرصة الثانية سجل هدفه الأول في المباراة، بعد ذلك يتراجع من أجل التغطية في مناطق الخلفية والاكتفاء بأداء الأدوار الدفاعية، بحثا طبعا عن الحفاظ عن هذا الحفاظ على هذا الهدف المسجل حتى اللحظة. محمد الحاج يقل كرته، تعود إليه مجددا في وسط الميدان، الحاج محمد في الجبهة اليسرى، لا إلى لورنس وسط الميدان، لورنس الآن في الطرف الأيسر إلى صالح اليهري، الصالح خلفية إلى الحاج محمد، الحاج إلى صالح اليزيدي، صالح بكرة بينية إلى آلن توري، آلن توري في الجبهة اليسرى إلى صالح اليهري، الكرة فيها هجوم فيها خطورة لمصلحة المرخية، ملعوبة سهلة تصل إلى جاسم الهيل، إلى جاسم الهيل، صالح اليزيدي اللي لعب العرضية الماضية لكن كرة أيضا وصلت سهلة لجاسم الهيل، صافرة وخطأ في اللقطة الماضية، ركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة المرخية، ملعوبة في وسط الميدان إلى باتريك يقود انطلاقة، باتريك فابيانو بينية منقولة، وبلال محمد بتغطية ممتازة أيضا في الكرة الماضية، أمامية تلعب إلى صالح اليزيدي، تدخل حاضر قريب عبد الهادي الرويلي من الكرة الماضية يشير إلى وجود خطأ لمصلحة المرخية، مرخية في الجولة الماضية ما سجل على اعتبار أن تعادل أمام النادي السد بدون أهداف، والمرخية في المباراة التي سبقتها أيضا ما سجل لكن لم تكن في بطولة الدوري، في بطولة الدوري آخر مباراة تعادل فيها بهدف مقابل هدف ما قبل الأخير، مباراة بدون أهداف أمام السد اللي قبلها بهدف مقابل هدف، أمام أم صلال اللي قبلها خسارة أمام الدحيل بهدفين مقابل هدف، قبلها التعادل مع العربي بهدف مقابل هدف، يعني إن المرخية في الفترة الأخيرة يسجل أهداف لكنه لا ينتصر، لا ينتصر، الكرة تعود بنقلة عرضية إما يخسر أو يتعادل، 10 مباريات على التوالي من بعد الانتصار اليتيم على الخور، المرخية لا يعرف ما معنى الفوز، ما معنى الفوز. نقلة أمامية آلن توري تبعد، تعود لمحمد الجابري في وسط الميدان إلى عبد الله العريبي، العريبي يقل كرة أمامية، قالوا قالوا باللمسة تصل الآن حاضرة إلى سجاد مجتبى، سجاد يضعها في الطرف الأيمن، تعود إليه مجددا سجاد مجتبى، إلى محمد الجابري، محمد الجابري يملك كرته، قطر الآن يعني منذ أن سجل الهدف ولأكثر من تقريبا 25 دقيقة نشاهد لأول مرة يأتي ليلعب في ملعب المرخية، الكرة تنقل أمامية من محمد الجابري لكنها تطول مباشرة إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى، تنفذ سريعا للمرخية، صالح اليزيدي من الطرف الأيمن يملك كرة، صالح نقترب من نصف ساعة لعب متابعينا مشاهدينا الكرام، النتيجة حتى الآن بالتقدم لمصلحة نادي قطر بهدف مقابل لا شيء، ملعوبة الكرة، محمد شعبان من الطرف الأيمن، خلفية إلى بلال كالمعتاد هو ذات السيناريو،
اللي يلعب به المرخية حتى الآن. الكرات المتبادلة في الخط الخلفي في ملعب، إذا وصل إلى ملعب قطر يفقد كرة سريعا ولا يجد الحلول لفك هذه التكتلات الدفاعية لقطر في ملعب حتى اللحظة. الحاج محمد وسط الميدان يقل الكرة باتجاه عبد القادر إلياس، مقطوعة. محمد دربيعي، أسامة في الطرف الأيمن، تعود مجددا إلى عبد الله العريبي. عبد الله يعرف هذا الملعب جيدا على اعتبار أنه واحد من أبناء النادي العربي. عبد الله العريبي قبل أن يشد الرحال إلى الملك القطراوي، الكرة الملعوبة البيبية إلى خارج أرضية الملعب. هو الآخر أيضا عمر العمادي اللي كان لاعب للعربي في الموسم الماضي وحاليا لاعب لنادي قطر، وهو غائب عن هذه المباراة بسبب طبعا تواجده مع العنابي الأولمبي هنالك في الصين في بطولة كأس آسيا تحت 23 عام. رامي التماس تأتي جانب من الجماهير القطراوية الوفية الوفية جدا والتي ما زالت تنتظر أن يعود الملك القطراوي إلى عافيته إلى الواجهة. قطر ليس من الأندية التي تهبط، هبط. قطر ليس من الأندية التي تصارع للبقاء، هو يصارع من أجل ذلك. قطر أعتقد أنه في آخر موسمين يحصد ثمار مواسم سابقة كانت فيها أخطاء لم يتم تداركها مبكرا. عاد الكرة من الطرف الأيسر لمصلحة الملك علي الهاشمي، ينقل الكرة تعود إليه مجددا علي. بينية إلى سجاد مجتبى، خلفية تعود إلى إبراهيم جمال. إبراهيم في الخط الخلفي إلى جاسم الهيل حارس المرمى. محمد الربيعي، قطر يعود لأداء أدوار الهجومية، لاحظ السيطرة والاستحواذ. 63% للمرخية يقابلها 37% لنادي قطر، وأعتقد أن هذا الرقم شاهدناه بشكل واضح داخل أرضية الملعب أن المرخية كان مسيطر مستحوذ، لكن استحواذ سلبي تماما، استحواذ سلبي تماما، لم يسجل من خلاله ولم يهدد، مجرد تهديد مرمى قطر أيضا من خلال ذلك الاستحواذ. تعود الكرة خطيرة لمصلحة قطر داخل المنطقة العرضية خارج أرضية الملعب. هنا الخطأ من حارس المرمى في التشتيت والإبعاد، ولكن الكرة مرت بسلام إلى ركنية لم تثمر، تلعب تسترد سريعة لمصلحة المرخية. الحاج محمد في وسط الملعب يملك كرة الحاج الآن إلى صالح اليزيدي، صالح لآلين توري. آلين توري البوركيني ينقل الكرة، لديه هدفين مع المرخية في هذا الموسم حتى الآن. آلين توري تصل لمحمد شعبان في الطرف الأيمن، محمد يحاول التقدم والمرور، مقطوعة كرة محمد شعبان، صافرة حاضرة وخطأ أيضا، صافرة وخطأ يشير إليها عبد الهادي الرويل الكرة الماضية لأن فيها خطأ وركلة حرة ثابتة. للمرخية الخطأ ينفذ بشكل سريع، تعود علي توري. لورنس وسط الميدان، لورنس يقلها الساقطة باتجاه كاري كاري لكنها تبعد، تعود مجددا. الله يا لورنس، مرور ممتاز، حاول أن يفتح لنفسه زاوية تصويب ويسدد بقدمه اليسرى لكنها أيضا تصطد بالدفاع وإلى خارج أرضية الملعب. نقلة أمامية داخل المنطقة، صالح اليزيدي من الطرف الأيمن، صالح يحاول التقدم، صالح اليزيدي أرضية مبعدة من دفاعات قطر. جاسم الهاشمي ممتاز، ممتاز جاسم، قراءة رائعة لحركة عبد القادر الياس وبالتالي يستمكن من المرور بشكل ممتاز من عبد القادر. تعود الكرة في الطرف الأيمن، أكثر من نصف ساعة لعب متابعينا مشاهدينا الكرام، نتحدث عن 34 دقيقة تقريبا، يعني آخر 11 دقيقة متبقية قبل نهاية الوقت الأصلي لشوط المباراة الأول. قطر بهدف مقابل شيء يتقدم حتى الآن. محمد الجابري يقل كرة أمامية إلى باتريك فابيانو، تعود مجددا. محمد الجابري طارق الكرة الماضية من أمام جاسم علي الهاشمي ورمية التماس تنفذ سريعة. الحاج في وسط الميدان يملك كرة للمرخية، الحاج يقلها بينية تصل إلى لورنس، لورنس لصالح الياني في الطرف الأيسر، صالح إلى الحاج محمد، الحاج بنقلة بينية، صالح اليزيدي بالرأس، كرة فيها خطورة إلى لورنس،
لورانس ينتظر الإسناد. لورانس تأخر في التمرين. صالح اليزيدي فتح بشكل مبكر، كان متحرك، كان لورانس يتباطأ في التمرير، وبالتالي أعتقد أن لو مرر سريعا كان ممكن أن تكون الكرة أخطر للمقي. تعود في الطرف الأيمن لمصلحة قطر، لكنها تطول من أمام عبد الرحمن محمد وإلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس للمرخية. ملعوبة إلى ريبين سولاكا. ريبين يتقدم المدافع العراقي لنادي المرخية. ينقل إلى محمد شعبان. محمد شعبان إلى آلين توري. هذا كاري كاري يعطي الكرة الساقطة داخل المنطقة. والله ما لاحظ كاري كاري، ما لاحظ عبد القادر الياس في الناحية الهجومية، ما لاحظ، لكن على الأقل شاهدناه في أكثر من لقطة يحاول أنه يهبط إلى الخلف لكي يستلم من وسط الملعب. عبد القادر الياس ويبدأ الهجوم. تعود في وسط الميدان، خاطئ الكرة الماضية مقطوعة، تسترد لمصلحة المرخية. ريبين سولاكا من آلين توري، النقلة الماضية بشكل خاطئ، تعود مجددا إلى فابيانو المسجل الوحيد في المباراة حتى الآن، إلى أسامة في الجبهة اليمنى، إلى عبد الرحمن محمد، إلى أسامة محمود مجددا. يملك كرة لمصلحة نادي قطر. هجوم حاضر من الطرف الأيمن، كرة فيها انطلاقة، فيها محاولة مرور، يا سلام يا أسامة داخل المنطقة العرضية، ممتازة ممتازة الكرة الماضية لمصلحة قطر. لاحظ أسامة، يا سلام يا سلام، لاعبين اثنين يتلاعب بهم أسامة وينقل عرضية بدون رقابة. فابيانو في الكرة الماضية طالت من أمامه وإلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس. سلامات إن شاء الله، سلامات. يبدو أن أسامة محمود واقع على أرضية الملعب الآن. هنا فابيانو يتحسر على الفرصة الماضية لأنه كان خالي تماما من الرقابة، كان خالي تماما من الرقابة فابيانو في عرضية أسامة الممتازة الأخيرة. قطر لو سجل الثاني أعتقد أنه سيعقد المهمة بشكل أكبر على المرخية، يقابل ذلك أنه سيصبح هو أكثر هدوءا واطمئنينة إلى نتيجة المباراة. أسامة إلى خارج أرضية الملعب، سلامات إن شاء الله، سلامات لأسامة. يقوم ويكمل المباراة. بكرة بعينية ممتازة مجددا لمصلحة قطر، لكن ريبين سولاكا يتدخل ويبعد، والكرة إلى رمي التماس. بنقلة في الخط الخلفي إلى بلال. إلى ريبين سولاكا. يقلب كرة بينية ساقطة خلف الدفاع، لكن يقظة حتى الآن ممتازة لدفاعات نادي قطر. إبعاد جل الكرات الخطيرة من أمام مرماهم. تعود إلى كاري كاري بشكل خاطئ الكرة الماضية، لكن ما قطع أسامة. تصل إلى صالح الياري، صالح إلى الحاج. بنقلة بينية ممتازة لقطر لكنها مبعدة. تعود مجددا حاضرة. مرخية يمتاز بسرعة استرداد للكرة، لكنه غير قادر حتى الآن على صناعة الفرص الخطيرة أمام مرمى قطر. ممكن الآن صالح اليزيدي، صالح اليزيدي تدخل ضده، وعبد الهادي الويلي قريب من اللعبة الماضية يأمر بالاستمرارية. لا قرار، صالح اليزيدي كان يطالب بخطأ وعبد الهادي الويلي لم يلتفت إلى تلك المطالبة، أمر بالاستمرارية. كرة بنقلة من الطرف الأيمن إلى عبد الرحمن محمد.
تعود الى عبد الرحمن لمصلحه قطر. هذه الوضعيه مثاليه لقطر ان يبقي الملكيه بعيدا عن مرمى. هذا الامر يتاتى بانك تسعى للهجوم صافره هنا في اللحظه الماضيه وخطا ايضا خطا يشير عبد الهادي الويلي الى وجود ركله حره ثابته لمصلحه قطر. كره تنفذ سريعه من الجبهه اليمنى في انطلاقه كاري 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 امام المساحه. تدخل قوي تدخل قوي لابراهيم جمال وفعلا البطاقه الصفراء تظهر لم يتردد في اشهارها عبد الهادي الرويلي. والبطاقه الصفراء حاضره والركله الحره الثابته ايضا تاتي للملخيه. ركله حره ثابته في مكان ممتاز للملخيه. كاري كاري في انطلاقته الاخيره اعاقه كانت متعمده من ابراهيم جمال صافره وخطا فني وايضا عقوبه اداريه ببطاقه صفراء على ابراهيم جمال. ولدينا ركله حره ثابته الان حاضره لمصلحه المرخيه. كاري كاري على تنفيذ الخطا القادم. كاري كاري يملك كرته يتقدم ينقلها ثابته ملعوبه تبعد من دفاعات قطر تبعد من الدفاع. سجل نقل اماميه باتجاه باتريك فابيانو لكن يبدو ان الكره تجاوزت خط التماس وفعلا حكم المباراه يشير الى رمي التماس لمصلحه المرخيه. رأسية بلال مباشرة إلى خارج أرضية الملعب. الكرة إلى ركلة مرمى لمصلحة قطر. كرة تعود أمامية تتحول الى رمي التماس مجددا حاضرا لمصلحه قطر. من الجبهه اليسرى الى رمي التماس مجددا. لمصلحة المرخية الكرة تنفذ بشكل سريع. نتحدث عن آخر دقيقتين تقريبا متبقية متابعينا الكرام قبل النهاية والختام لشوط المباراة الأول. قطر بهدف مقابل لا شيء يتقدم هدف سجل مبكر مع انطلاقات شوط اللقاء الأول بواسطة باتريك فابيانو اللويز. إبرال محمد في الخط الخلفي تعود كاري كاري الى صالح اليهري. لمسه خاطئه من صالح مقطوعه. تدخل ضد عبد الله العريبي صافره من عبد الهادي الرويلي وخطا ايضا. قطر يسير المباراه بشكل ممتاز حتى الان يعني بعد ان سجل الهدف تراجع واغلق مناطق بشكل محكم تماما. عجز المرخيه حتى عن صناعه الفرص امام مرمى وعلى فترات متقطعه يحاول أن يتقدم وأن يلعب في ملعب المرخية. وكل الأمور حتى الآن عال العال بالنسبة لنادي قطر. وإحنا نتحدث أن الشوط المباراة الأول يلفظ أنفاس الأخيرة في دقيقة الأخيرة. جاسم الهيل يقل كرة أمامية كرة بنقلة في الخط الخلفي ريبين السولاكا. ينقل كرة في الجبهة اليمنى إلى صالح اليزيدي في الدقائق الأخيرة. المرخية يهاجم إلى لورنس. لورنس يتقدم. لورنس عرضية بالتعديل كرة خطيرة. النقلة الماضية هي الأفضل لمصلحة المرخية وآلين توري مرت من أمامه. لاحظ لورنس بشكل ممتاز من الطرف الأيمن نقل كرة عرضية على القائم الثاني آلين توري
على طريقة المدافعين يخرجها من شباك قطر لأن يهز الشباك. تتحول عموما الكرة إلى ركلة ركنية تأتي لمصلحة المرخية في الوقت بدل الضائع لشوط المباراة الأول. الركنية تأتي لمصلحة الحزم لمصلحة المرخية. صالح اليزيدي داخل المنطقة والدفاع يتدخل ويبعد. تسترد مجددا في وضعية الهجومية المرخية الآن. كرة بينية عبد القادر إلياس مرت من أمامه يصل إليها قبل أن تتجاوز خط المرمى. تعود بنقلة ملعوبة إلى الحاج محمد الحاج. دقيقتين وقت بدل ضائع يشير إليهم حكم المباراة بعد نهاية الوقت الأصلي لهذا الشوط. متابعينا مشاهدينا قطر بهدف مقابل لا شيء يتقدم والمرخية يحاول أن يذهب إلى غرف تبديل الملابس بالتعادل لكن لدينا هجوم حاضر لما قطر من الطرف الأيمن. العرضية ممتازة داخل المنطقة والدفاع يبعد. صالح اليزيدي يملك كرة التدخل ضد صالح. صافرة تأتي خطأ وركلة حرة ثابتة لمصلحة المرخية. كرة بركلة الطرف الأيمن مجددا حاضرة. خطأ وركلة حرة ثابتة لمصلحة المرخية. خلاص يعني دقيقتين الوقت بدل ضايع اللي قدمهم عبد الهادي الرويلي تنقضي. متابعينا مشاهدينا الكرام من الطرف الأيسر إلى الحاج يملك كرة للمرخية. الحاج ينقلها بينية ساقطة. تدخل ابراهيم جمال ويبعد. عبد الله العريبي يتابع. الكره ما زالت قائمه للمرخيه. ابعاد بشكل خاطئ من عبد الله العريبي تصل الى صالح اليزيدي وجاسم علي الهاشمي تغطيه. وهنا فعلا صافره النهايه والختام. متابعينا الكرام شوط اول ينتهي قطر بهدف يتقدم على المرخيه. مزيد من الحديث الفني حول هذا الشوط عند الكباتن الكرام بشار قبل سيبحث عن بطبيعه الحال في الشوط الثاني. ربما كان المرخية أكثر سيطرة واستحواذ في شوط اللقاء الأول لكن دون فاعلية كبيرة أمام مرمى قطر. ينطلق طبعا الشوط الثاني ولا تغييرات تطرأ على تشكيلة كلا الفريقين. المرخية هذه المرة هو من يتواجد على اليمين أفينالدو صالح اليهري صالح اليزيدي كاري كاري ألنتوري الحاج محمد سولاغا محمد شعبان بلال محمد لورنس وعبد القادر إلياس. خيارات الكابتن يوسف آدم على اليسار يأتي قطر جاسم الهيل محمد الربيعي محمد الجابري أسامة محمود عبد الرحمن محمد سجاد مجتبى برونو قالو عبد الله العريمي إبراهيم جمال جاسم الهاشمي وباتريك فابيانو صاحب الهدف الوحيد المسجل في اللقاء حتى اللحظة. ذلك تبديل كان حاضر طبعا. نشاهد لوحة حكم المباراة الرابع رمزان الرمزاني. خالد محمود هو اللاعب اللي نزل أرضية الملعب. خالد أحمد محمودي هو اللاعب اللي طبعا يأتي كخيار أول بالنسبة للكابتن عبد الله مبارك بين شوطي اللقاء. كرة بنكرة حاضرة مجددا. لمصلحة المرخية على مشارف منطقة الجزاء. محاولة تقدم مرور نقلة عرضية داخل المنطقة لكنها تبعد ايضا. تعود مجددا بانطلاقه لقطر. تقريبا سيناريو الشوط الاول نشاهده يستمر مع انطلاقات شوط المباراه الثاني. المرخيه يحاول ان يضغط ويلعب في ملعب قطر وقطر يتراجع في منطقته ويبحث عن الارتدادات السريعه اللي ممكن ان يهدد من خلالها. هنا اسامه يضع كره ممتازه للبديل خالد احمد تبعد من امامه الى خارج ارضيه الملعب الى ركله ركنيه. ركلة ركنية تأتي مع بدايات الشوط لمصلحة نادي قطر على يمين أفينالدو رودريغوز
حارس مرمى المرخية يتقدم طبعا أسامة عمري. صح التمريرة كانت ممتازة جدا اللي هي تمريرة الهدف. أسامة محمد عمري يتقدم من أجل تنفيذ الكرة الثابتة والركلة الركنية لمصلحة القطر. ملعوبة الكرة على القائم القريب الثاني. كرة الثاني كانت قريبة جدا. سلامات 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 محمد الجابري. يصطدم بالقائم بشكل قوي محمد الجابري بالكرة الماضية. لاحظ الكرة مرت عدت من أمام الكل. والله يحاول معها محمد الجابري بالسلامة إن شاء الله. بالسلامة لمحمد الجابري. الاصطدام الأخير في القائم الأيسر لمرمى المرخية يقوم بالسلامة إن شاء الله. لكن فرصة خطيرة فرصة خطيرة وكانت ممتازة لمصلحة المرخية لقطر عفوا. عدت ومرت لم تجد المتابعة الكرة الماضية وعدت ومرت. وبالسلامة يقوم محمد الجابري أحد اللاعبين اللي حضورهم في الخط الخلفي مؤثر وبشكل كبير بالنسبة لنادي قطر. محمد الجابري سواء عندما يلعب كقلب دفاع أو حتى عندما يتواجد كلاعب وسط محوري. ريبين سوراغا ينقل كرة إلى بلال. بلال في الخط الخلفي إلى سوراغا. سوراغا يحاول التقدم. مقطوع الكرة من أمامه. حذاري التأخر لاعب يا سوراغا. تعود بارتدادة سريعة مثالية. أسامة من الطرف الأيمن يتعرض للإعاقة للسقوط والخطأ يأتي. الخطأ يأتي والركلة الحرة الثابتة لمصلحة قطر. الخسارة القاسية التي تلقاها قطر في الجولة الماضية بسداسية نظيفة أمام الدحيل لا يبدو أنها تؤثر كثيرا على أداء قطر في هذه المباراة. يعي تماما أنك تخسر أمام الدحيل أمر طبيعي. ومن ذا الذي لا يخسر أمام الدحيل في بطولة الدوري حتى الآن؟ لكن في المقابل الغرافة طبعا. حتى هذه الغرافة اللي ما خسر أمام الدحيل في الموسم الحالي وهو الفريق الوحيد اللي تمكن أنه يأخذ نقطتين من الدحيل بالتعادل أمامه. لكن في المقابل يعني أمام المرخية مباراة في هذا المساء قطر يعي تماما أنها مباراة بست نقاط. بست نقاط مصيرية جدا في ظل الصراع من أجل البقاء. من أجل البقاء كلاهما قادم من الدرجة الثانية. والمفارقة أن قطر الفريق التاريخي الفريق العتيد جدا عاد إلى الدرجة الأولى بشق الأنفس بصعوبة تماما. هو كان خلف المرخية في الموسم الماضي في الدرجة الثانية. المرخية حقق انتصارات متتالية في الدرجة الثانية. صعد إلى مصاف الكبار بالبطاقة الأولى. قطر احتاج أن يلعب مباراة فاصلة أمام الشحانية اللي احتل المركز الثاني عشر يومها في بطولة دوري نجوم قطر وتمكن من تجاوز عقبة الشحانية والتواجد هنا مع الكبار والبحث عن البقاء حيث ينتمي حيث ينتمي نادي قطر. هذا هو مكان الطبيعي أساسا. رامي التماس حاضرة لمصلحة المرخية ملعوبة لنقلة بينية تعود إلى الحاج محمد ينقل الكرة على مشارف المنطقة. آلين توري من لمسة في الطرف الأيمن لا تصل إلى كاري كاري من الدفاع وبعد ذلك أقرب إلى جاسم الهيل. ملعوبة الكرة بنقلة بينية إلى أسامة. أسامة في الطرف الأيمن إلى باتريك. باتريك من لمسة خاطئة باتجاه اللاعب برونو غالو تتحول إلى رمي تماس نفذ سريعا للمرخية. فيها تدخل وفيها صافرة وخطأ ينفذ بشكل سريع الآن للمرخية مجددا في الخط الخلفي. ريبين سولاكا إلى محمد شعبان في الطرف الأيمن. محمد شعبان يملك كرته وسط الميدان إلى الحاج محمد. الحاج بنقلة أمامية تصل إلى كاري كاري للمرخية. كاري كاري مرخية لاعبين في الخط الأمامي على الواقف. أنت حتى تعمل لك إزعاج أمام دفاع متكتل لابد أن تكون حركة دائما لا تهدأ بكرة وبدونها بالنسبة للاعبي المرخية. هذا الأمر لا نشاهده حتى الآن. التكتلات الدفاعية غالبا أفضل الحلول لفك هذه التكتلات اللعب على الأطراف. لكن أيضا الأطراف غير فعالة حتى الآن للمرخية من ناحية المساهمات الهجومية. باتريك فابيانو
ياك الكرة بلال محمد يقطع إلى أفينالدو إلى محمد الشعبان في الطرف الأيمن. محمد يعيد خلفية إلى أفينالدو مجددا من لمسة إلى بلال. بلال كرات المرخية دائما في الخط الخلفي فقط. ومجرد وصوله إلى ملعب قطر يلاقي صعوبة بعد ذلك في تدوير الكرة فيما بينهم. إلى روبين سولاغا. سولاغا في الجبهة اليسرى. صالح الياهري إلى سولاغا مجددا. سولاغا بالنقلة ولمسة إلى لورنس. لورنس يلعب كرة إلى آلين توري. هو لاعب مهاري آلين توري بالقدم اليسرى. والمهاريين دائما ما يكون لهم دورهم الفعال وحاجتهم تأتي في هكذا ظروف عندما يكون المنافس متكتل دفاعيا. كرة إلى آلين توري مجددا. بنقلة إلى صالح اليزيدي. صالح على مشارف المنطقة. محاولة المرور. واحد اثنين الحيات والفض. اللعبات السريعة هذه أيضا من الطرق اللي ممكن أن تكسر فيها الدفاع والكثافة العددية في الخط الخلفي. لكن أي من هذه الطرق والحلول المتاحة أمام المرخية لا نشاهدها حتى الآن. فيه بطء في نقل الكرات بالنسبة للمرخية أمام منطقة جزاء قطر. وبالتالي أعتقد أن دفاعات قطر لا تلاقي صعوبة كبيرة في التغطية والإبعاد. ركلة مرمى حاضرة لمصلحة قطر. عند جاسم الهيل ينقلها أمامية مباشرة. جاسم مقطوعة كرة تبعد. الجولة طبعا التي انطلقت يوم أمس التعادل ما بين الأهلي وما بين الخور بهدفين مقابل هدفين. تعادل لم يخدم أي منهما وإن كان الأهلي تقريبا يعني في المنطقة الدافئة في المركز السادس، لكنه الآن بدأ يتطلع إلى الأمام يبحث عن إمكانية الوصول إلى المربع وهو ليس بالأمر الصعب بالنسبة له. ما بينه وما بين السيلية فارق صاحب المركز الرابع فارق 5 نقاط فقط، لكن مع مباراة السيلية المرخية كاد أن يعدل النتيجة. وصاحي جاسم، صاحي تماما جاسم الهيل. التدخل في اللقطة الماضية بشكل ممتاز. تعود مجددا ممكن الارتداد لقطر. الآن المرخية ربما في واحدة من الفرص الخطيرة نشاهدها في اللقطة الماضية حتى يصبح استحواذك وسيطرتك فعال لابد أن تهدد مرمى المنافس، وبطبيعة الحال الأهم أن تصل إليه. آلين توري يملك كرة إلى صالح اليزيدي. صالح إلى لورنس. لورنس بنقلة ساقطة داخل المنطقة. التعديل ممكن في اللقطة الماضية. برافو جاسم، برافو جاسم الهيل في الكرة الماضية أيضا يتدخل والإبعاد. سلامات إن شاء الله، سلامات لجاسم الهيل الواقع على أرضية الميدان في الكرة الماضية وخروجه لملاقات كاري كاري. وقبل ذلك طبعا راية المساعد الثاني محمد عبد العزيز كانت حاضرة. هنا لورانس نقل الكرة لحظة خروج الكرة من قدمه. طبعا كانت الراية موجودة تشير إلى وجود تسلل ضد كاري كاري، والإعادة من هذه الزاوية لا توضح لنا الكثير، لكن قرار حكم المباراة كان حاضر. وتبديل ثاني الآن يأتي، تبديل ثاني يأتي في تشكيلة قطر. اللاعب الخبرة واللاعب صاحب المجهود الطويل جدا والوافر مع نادي قطر محمد عمر، واللي يعتقد أنه سيستلم شارة القيادة يستعد للنزول إلى أرضية الملعب كثاني الخيارات بالنسبة للكابتن عبد الله مبارك مدرب نادي قطر. فعلا محمد عمر راح ينزل أرضية الملعب، وبرونو غالو فريتاس هو اللاعب اللي يغادر خارج أرضية الملعب. لا، سجاد هو من يغادر ومحمد عمر هو اللاعب البديل. شقيق الآخر فضل عمر أيضا هو الآخر من كان من نجوم نادي قطر وسنين طوال قضاها مع قطر، لكنه شد الرحال في الموسم الحالي إلى العميد الأهلاوي. كرة بنقلة. كانوا على أيام الزمن الجميل وهم ممكن الريحة الباقية من ذلك الفريق الممتاز أو تلك السنين الجميلة لقطر وعشاقه وجماهيره. يومها كان نادي قطر إن لم يكن منافس فهو يحدد طريق المنافسة، وإن لم يكن البطل فلا بد أن يكون ضمن الأربعة الكبار. قطر يعاني في آخر المواسم، المعاناة لم تكن وليدة اللحظة ولكن إرهاصاتها كانت قبل ذلك بمواسم، كما هو حال الوكرة نواخذة الجنوب اللي يسعفهم الحظ في أكثر من موسم من الهبوط، لكن لم يتمكن من أن يفعل الكثير الحظ في الموسم الماضي وهبط الوكرة
هبط الوكرة وحتى الآن عودة الوكرة صعبة صعبة في منافسات الدرجة الثانية. الوكرة يحتل الوصافة خلف الشحانية وبالتالي عودة المباشرة تبدو صعبة. سينتظر ربما من أجل المباراة الفاصلة مع صاحب المركز الحادي عشر هنا في دوري نجوم قطر. كرة بنقرة تعود بينية لمصلحة المرخية من الجبهة اليمنى. يحاول كاري كاري تبعد من أمامه. خالد أحمد يقل الكرة أمامية في الجبهة اليسرى في انطلاقة لمصلحة جالو. برونو جالو يملك كرة يوقف على كرته ينتظر أسامة ينقل الكرة إلى أسامة. أسامة في الخط الخلفي ملعوبة مجددا إلى باتريك. عبد الله العليمي من لمسة باتجاه باتريك مجددا. البرازيلي باتريك من الطرف الأيمن يحاول والكرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس. يأتي كبديل باتريك للآخر حبيب حبيب والفرنسي اللي لم يقدم شيء يذكر مع القطر. مهاجم رأس حربة سجل هدف وحيد وهدف الوحيد كان في آخر مباراة بالنسبة له حبيب حبيب. وقبل أن نستغنى عن خدماته أمام الغرافة المباراة التي تعادل فيها قطر بهدف مقابل هدف. نقلة بينية ممتازة حاضرة مجددا لمصلحة المرخية لكن راية والتسلل. عبد القادر إلياس في موقف تسلل في الكرة الماضية. الراضي الراية حاضرة والركلة الحرة ثابتة أيضا تأتي. هنا لحظة تمرير الكرة عبد القادر إلياس كان يقف في موقف تسلل وبالتالي القرار السليم والركلة الحرة ثابتة لمصلحة قطر. نقلة ملعوبة. أدن علي الآن هو أول التبديلات والخيارات في تشكيلة الكابتن يوسف آدم. ومحمد بركات إلى خارج أرضية الملعب. محمد بركات لاعب يلعب في الجهة اليمنى وأدن علي يلعب في الجهة اليسرى لكن صالح اليهلي هو من سينتقل إلى اليمين وأدن سيلعب في الطرف الأيسر أساسا مركز صالح اليهلي. الأظهرة اللي بدأ فيهم المرخية المباراة كلاهما يلعب بالقدم اليمنى سواء الظهير الأيمن الأصلي محمد شعبان أو حتى اللي كان يلعب ظهير أيسر صالح اليهلي. أدن علي إلى داخل أرضية الميدان الآن بخبرة الميدانية الطويلة. أدن علي سواء عندما لعب للوكرة أو لعب للغرافة أو حتى للسرية يبحث عن تقديم إضافة مع المرخية وهو يملك قدرات هجومية في الخط الأمامي. أدن علي ينقل كرة عرضية ممتازة أعتقد ستكون له أدوار هجومية واضحة من الطرف الأيسر. أدن علي كرة ما زالت حاضرة للمرخية تصل إلى أدن علي في الجبهة اليسرى. أدن بعرضية على القائم الثاني محاولة بالرأس وجاسم الهيل خروج من مرماه يمسك في اللقطة الماضية. تعود بنقلة أمامية ملعوبة لمصلحة المرخية وسط الميدان. الحاج محمد يقل كرة أمامية تصل لمحمد ربيعي كان قائد الفريق محمد ربيعي مع انطلاقة المباراة ومع نزول محمد عمر بطبيعة الحال تنتقل له إشارة القيادة. تعود وسط الميدان برونو جولو يضعها في الطرف الأيسر. خالد أحمد خالد إلى أسامة تصويبة ممتازة إلى خارج أرضية الملعب إلى خارج أرضية الملعب. ركلة مرمى تتحول كرة الماضية لمصلحة المرخية. ملعوبة أمامية آلين توري يتركها للورنس إلى آلين توري مجددا إلى أدن علي في الطرف الأيسر. أدن يملك كرته يتقدم الآن يحاول المرور بنقلة تصل إلى آلين توري عرضية داخل المنطقة ودفاعات قطر حتى الآن متماسكة في إبعاد أي محاولة يبحث عن القيام بها نادي قطر. خارج أرضية الملعب تخرج الكرة بروح رياضية وسلامات إن شاء الله اللاعب الواقع على أرضية الميدان. سلامات إن شاء الله سلامات محمد الجابري اللي يسقط الآن على أرضية الملعب. محمد الجابري اللاعب الذي اصطدم بالقائم الأيسر لمرمى المرخية
عولج وقام بالسلامة وأكمل مباراة الآن مجددا يسقط على أرضية الملعب، سينقل إلى خارج أرضية الملعب بالسلامة إن شاء الله بالسلامة، يتمكن من إكمال المباراة مع الرفاق والزملاء أو لا سنتابع ونشاهد. عبد الله مبارك لديه تغيير وحيد فقط في الدكة بعد أن أجرى تبديلين محمد عمر وقبله خالد أحمد محمودي. سلامات إن شاء الله، سلامات لمحمد الجابري إلى خارج أرضية الملعب. ربما أن عبد الرحمن أبكر يستعد للنزول إلى أرضية الملعب، أحد لاعبي نادي الجيش سابقا أيضا عبد الرحمن أبكر اللي يستعد من أجل المشاركة في الدقائق القادمة. سيكون الورقة الأخيرة للكابتن عبد الله مبارك التي يدفع بها لأرضية الملعب، وهي يبدو أنها ستكون ورقة اضطرارية بسبب إصابة الكابتن محمد الجابري اللي ينقل إلى خارج أرضية الملعب الآن. رامي التماس للمرخية تلعب، حكم المباراة ليوقف اللاعب من أجل إجراء التبديل. فعلا محمد الجابري يغادر وعبد الرحمن أبكر هو اللاعب البديل القادم. الكرة من أقرأ تعود مجددا حاضرة لمصلحة قطر بثلاثة قلوب دفاع. الآن يلعب الكابتن عبد الله مبارك في الخط الخلفي مع نزول عبد الرحمن أبكر، إضافة طبعا إلى محمد ربيعي وإبراهيم جمال. كرة بنقلة أمامية كانت حاضرة عبد الله العريمي، تقطع من أمامه تعود إلى عبد الرحمن أبكر من لمسة في الطرف الأيمن لعبد الرحمن محمد، يعيد خلفية مباشرة إلى حارس المرمى جاسم الهيل. جاسم الهيل حذارية جاسم، حذارية جاسم، مقطوعة كرته جاسم، مقطوعة كرته مع عبد القادر إلياس. لا يا رجل، لا يا عبد القادر، أنت عملت الأفضل أنك أخذت الكرة من جاسم الهيل، لكنه بعد ذلك عجز من أنه يعني يلف لف على جاسم الهيل يخرج برا اللعب. لو استطاع وتمكن من ذلك سيكون المرمى مفتوح أمامه وممكن للمرخية أفضل مما كان في الكرة الماضية. تعود بنقلة مجددا مرخاوية إلى بلال محمد. ملعوبة تتحول إلى رمي التماس. بنقلة أدن علي يلعبها بينية ممتازة عبد القادر، ما ركبت الكرة في القدم في اللقطة الماضية وبحث أنه يلعبها عرضية لكنه اختل في توازنه والكرة طالت. لاحظ كان بيلعب بالقدم اليسرى لكنها قبل ذلك لامست اليمنى وبالتالي اختل الميزان عند عبد القادر الياس والكرة إلى ركلة مرمى. هذه اللقطة الخطيرة، هذه برافو والله جاسم الهيل، هو أخطأ أولا لكنه تمكن من تدارك خطأ، عمل لك عمل دفاعي ممتاز في إيقاف عبد القادر الياس. كرة ملعوبة بنقلة في الطرف الأيسر إلى كاري كاري، يطلق كاري كاري في الجبهة اليسرى. كاري يحاول يتقدم، ثلاثة أهداف لديه مع المرخية حتى الآن، وفي الثلاث مباريات التي سجل فيها كاري كاري المرخية تعادل وبنفس النتيجة 1-1 أمام الغرافة وأمام أم صلال. تعود الكرة بنقلة مجددا حاضرة في الخط الخلفي، محمد الربيعي من لمسة ينقل الكرة أمامية لكنها تقطع أيضا تبعد من دفاعات المرخية. مناسبة يعني المرخية في الموسم الماضي نعم أنه كان بطل الدرجة الثانية وتأهل بالبطاقة المباشرة، إلا أنه حتى في الدرجة الثانية لم ينتصر على قطر، لقاء الفريقين انتهى بالتعادل، قطر فقد النقاط ليس أمام المرخية وإنما أمام الفرق الأخرى في منافسات الدرجة الثانية في الموسم الماضي، لكن ذلك ماضي وراح وكلاهما في الأخير تمكن من التواجد هنا مع الكبار وبالتالي الأفضل من سيبقى، من سيبقى.
كرة تعود لوسط الميدان. انطلاقة حاضرة، أسامة في الجبهة اليمنى يملك كرة لمصلحة قطر. أسامة ينقلها بينية حاضرة ممتازة. خالد متسلل خالد أحمد في الكرة الماضية، متسلل في الكرة الماضية خالد أحمد. كرة كانت بشكل ممتاز لكنها عدت ومرت، تعود مجددا بنقلة. حتى الآن قطر لم يضمن النتيجة، هو متقدم بهدف مقابل لا شيء، لكن هدف في عالم كرة القدم لا يعني شيئا البتة، ممكن أن يفقد مفعوله في أي لحظة. كرة في وسط الميدان، إلى بلال محمد، ينقل كرة ممتازة داخل المنطقة، خطيرة حاضرة الكرة الماضية لكنها مبعدة، ما زالت قائمة. أدن علي، عرضية داخل المنطقة، الدفاع يبعد مجددا، المرخية في وضعية هجومية كالعادة، وقطر يؤدي أداء الدفاعية بشكل ممتاز وصلب ومتماسك حتى الآن. فابيو باتريك يملك كرة، باتريك إلى محمد عمر، سلامات إن شاء الله لاعب نادي المرخية الواقع على أرضية الملعب الآن. إخراج الكرة بروح رياضية من محمد عمر إلى خارج أرضية الملعب إلى رمي التماس. هنا التصادم الأخير ما بين لاعب المرخية الريبين غريب سولاغا، اللاعب العراقي والمدافع العراقي في تشكيلة نادي المرخية، 25 عام، قادم من نادي إلفروم النرويجي. الريبين سولاغا أحد العراقيين المغتربين بطبيعة الحال، المغتربين وما أكثر مغتربين، أوطاننا لافظة لأبنائها، لكوادرها، لقدراتها، لإمكانية تخريج القادة. هي ليست حاضنة للمواهب أبدا حتى الآن. تعج منطقتنا بالحروب وروائح الحروب باتت تسكم الألوف جدا، وما زال البعض لم يشبع بعد، وما زال البعض مسعر حرب في منطقة لا ينقص الحرب أبدا. سلامات إن شاء الله، سلامات للريبين السولاغا اللي ينقل إلى خارج أرضية الملعب من أجل تلقي العلاج اللازم. هنا أمامنا طبعا الهدف الوحيد المسجل في المباراة حتى اللحظة، وما زال هذا الهدف الذي سجله باتريك فابيانو صامدا حتى الآن. المرخية ما زال عاجز عن العودة والتعديل، المرخية أساسا يملك خط هجوم ضعيف، هو أضعف خطوط الهجوم في البطولة، 8 أهداف فقط سجلهم المرخية حتى الآن، 8 أهداف منهم 3 لكاري كاري، إضافة إلى عبد القادر إلياس، صالح بدر، آل التوري، علي مجبل وناصر النصر، لكل منهم هدف. علي مجبل محد، ناصر النصر مو موجود أيضا هو الآخر. البقية حاضرين داخل أرضية الميدان ولكن غير قادرين على الوصول والتسجيل في شباك الملك. عصية أمام المرخية، هذه ثالث مواجهة قد تكون على التوالي والمرخية عاجز عن الوصول والتسجيل في شباك نادي قطر. في الموسم الماضي لقاء الفريقين انتهت بالتعادل السلبي ما بين المرخية وما بين قطر هناك في الدرجة الثانية، لكن يومها المرخية تمكن من الوصول. اللقاء الذهاب هنا في دوري نجوم قطر، المباراة الأولى 1-0 لقطر، الآن حتى اللحظة 1-0 لقطر، 3 مباريات على التوالي المرخية عاجز عن الوصول والتسجيل في شباك قطر. إذا رجعنا إلى الخلف قليلا، في 2003 لما كان المرخية في بطولة الدوري خسر 4-0 أمام قطر في الإياب و 2-0 في الذهاب، أيضا في ذلك الموسم عاجز عن التسجيل في شباك قطر. قبله في موسم 2001-2002 أيضا كان المرخية حاضر
في الدوري الدرجة الأولى. الذهاب 1-0 لقطر، الإياب 2-1. يعني من أصل 6 مباريات في بطولة دوري الدرجة الأولى، المرغية سجل هدف فقط، سجل هدف فقط في مباراة واحدة فقط، وخمس مباريات حتى الآن معاهم هذه المباراة عاجز عن مجرد التسجيل، لا أتحدث الخسارة أو الانتصار، فقط التسجيل في شباك قطر، عاجز مازال المرخية عن هذا الأمر، عن هذا الأمر. يعني آخر هدف سجل المرخية في شباك قطر يعود إلى العام 2001، إلى 2001. كرة بنقلة في الخط الخلفي، مجددا حاضرة لمصلحة المرخية. آلين توري أو كان لورنس، إلى الحاج محمد، إلى آلين توري الآن، يملك كرته إلى عبد القادر إلياس، ينقلها عبد القادر مع أدن في الطرف الأيسر، يؤجل عبد القادر إلياس، يحاول المرور بمجهود فردي، يمرر الآن إلى أدن، 1-2 من أدن باتجاه عبد القادر إلياس، وتغطية دفاعية لمحمد الربيعي بشكل ممتاز، الكرة فيها صافرة وفيها خطأ أيضا، وركلة حرة ثابتة تأتي لمصلحة قطر. هنا محمد الربيعي، التغطية الدفاعية من أمام عبد القادر إلياس، وبعد ذلك الخطأ لمصلحته ولمصلحة نادي قطر، وركلة حرة ثابتة. هكذا كرات يفضلها نادي قطر، لأن اللي يستهلك من خلال الوقت، والكرة في ذات الوقت أيضا تكون بحوزته، يحرم منها المرخية جانب من الجماهير في المدرجات الحاضرة من أجل المتابعة والمؤازرة. صافرة تأتي وخطأ يأتي، وركلة حرة ثابتة تنفذ بشكل سريع لمصلحة المرخية. إبلال محمد في الخط الخلفي، إبلال ينتظر الإسناد، لح ما في أحد في وسط الملعب، صانع اللعب اللي يستلم ويسلم، اللاعب اللي يربط بين خط الدفاع والهجوم مش موجود بالنسبة للمرخية، مش موجود. هذا الأمر يعني اللي يلاقي من خلال الصعوبة نادي المرخية أن يفك شفرات دفاع قطر حتى الآن، وأن يصنع مجرد خطورة على مرمى نادي قطر. كرة بارتداد سريع حاضر لأسامة عمري، أسامة يضع الكرة في الطرف الأيسر إلى خالد أحمد، خالد يملك كرة، خالد ينقلها إلى أسامة مجددا، إلى خالد، نقلة ممتازة إلى باتريك، باتريك تعود إليه مجددا، يا السلام، كرة حلوة 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 وممتازة ما بين لاعبي قطر في الخط الأمامي، لكنها أيضا ما تكتمل الكرة الماضية. هنا تدخل خالد أحمد، صافرة وخطأ ضده أيضا، هنا خالد أحمد يتدخل ضد صالح اليزيدي، الصافرة والخطأ لمصلحة المرخية ولصالح اليزيدي، والركلة الحرة الثابتة تنفذ بشكل سريع، أقل من ربع ساعة متبقية متابعينا مشاهدينا الكرام قبل النهاية والختام لهذه المباراة، وقطر يتقدم حتى اللحظة بهدف مقابل لا شيء. كانت عرضية حاضرة لمصلحة قطر، لكنها مرت وعدت، سلامات إن شاء الله، سلامات اللاعب الواقع على أرضية الملعب الآن، لاعب المرخية. هنا الكرة الماضية اللي عدت بسلام، عدت بسلام، سلامات إن شاء الله، سلامات للاعب اللي يسقط على أرضية الميدان، بلال محمد، بالسلامة إن شاء الله لبلال، بالسلامة لبلال. في الكرة الماضية ما أدري هل يتمكن من إكمال المباراة ولا لا، احنا كان عندنا محمد الجابري لاعب قطر تعرض لاصابه وغادر، وان شاء الله تكون اصابه طفيفه، وعوض عبد الرحمن ابكر. الان هل ممكن تكون هنالك الاصابه لبلال محمد؟ ان شاء الله تكون سليمه، تكون سليمه ان شاء الله يا يوسف. ربما استطاع يوسف ادم ان يخلق من المرخيه فريق دفاعي قوي، لاحظ هنا الطاقم الطبي يشير الى يوسف ان يجري التبديل، وبلال لن يتمكن من اكمال المباراه، وسيفقد تبديل اضطراري الكابتن يوسف آدم كما فقده وعبد الله مبارك قبل ذلك. يوسف آدم تمكن من بناء فريق قوي ومتماسك دفاعيا، استقبل 19 هدف في البطولة حتى الآن، يأتي كخامس أقوى خطوط الدفاع وسادس أقوى خطوط الدفاع في البطولة، بعد الأقوى سد الدحيل، بعد ذلك الريان وأم صلال، ولكل عليه 17 هدف، ثم السامية والغرافة، وكل منهم استقبل 18، يأتي المرخية وفي شباكة 19 هدف فقط.
لكنه هجوميا ضعيف جدا، هجوميا ضعيف جدا بخلاف قطر. قطر الأضعف دفاعا، استقبل 30 هدف في مرماه حتى هذه الجولة، وما زال قادم ومتماسك حتى الآن أن يبقي شباكة نظيفة. يأتي التبديل الآن، يأتي التبديل، تيجان جايتان ينزل أرضية الملعب، وبران محمد إلى خارج أرضية الملعب. بالمناسبة يعني هو المرخية الفريق الوحيد حتى الآن اللي عجز أن يهز شباك قطر. قطر لديه مباراة واحدة فقط تمكن من أن يبقي شباكة نظيفة، كانت تلك المباراة أمام المرخية تحديدا. كرة بنقلة، حاضرة من الطرف الأيسر إلى خالد أحمد. خالد يحاول التقدم والمرور، الكرة تقطع من أمامه إلى خارج أرضية الملعب إلى ربي التماس، تنفذ سريعة ملعوبة مبعدة. آلن توري إلى ريبين سولاغا، ريبين هو قبل إصابة بلال كان الكابتن يوسف آدم يستعد ليدفع بتيجان جايتا إلى أرضية الملعب، لكن كان يريده كلاعب خط وسط حيث يلعب. إصابة بلال محمد أجبرته أن يدخل نفس اللاعب لكن بمهام وواجبات أخرى داخل المستطيل الأخضر ليكون قلب دفاع بجوار ريبين سولاغا، وكان يحتاج إلى لاعب وسط ينشط خط الوسط نوعا ما. كرة بنقلة تعود مجددا لمحمد عمر، يقلها في الطرف الأيمن لكن خاطئة مقطوعة، تعود للمرخية. صالح اليزيدي من الطرف الأيمن يملك كرة، صالح يلعبها ساقطة على مشارف المنطقة لكنها تبعد. تعود بنقلة، تتحول إلى خارج أرضية الميدان إلى رامي التماس. لمصلحة قطر حاول أن يستهلك وقته طبعا عبد الرحمن محمد في تنفيذ رمية التماس، وهو حق مشروع في ظل أننا ندخل العشر دقائق الأخيرة متابعينا الكرام، وهو ما زال متقدم بنتيجة اللقاء. كرة من الجبهة اليمنى حاضرة إلى باتريك فابيانو، باتريك يملك كرة، باتريك حاصر بأكثر، حوصر بأكثر من لاعب ومقطوعة فعلا الكرة من أمامه، وريبين سولاغا يلعبها مباشرة إلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس. رامي التماس تأتي لمصلحة قطر، ملعوبة الكرة إلى عبد الله العريمي، يرسل له كرة ساقطة أقرب إلى أفينالدو، يلعبها قصيرة أفينالدو. صالح اليهري خلفية إلى جايتا، إلى الحاج محمد، كرة أمامية ملعوبة على مشارف المنطقة لكن أيضا صافرة موجودة وخطأ. صافرة وخطأ وركلة حرة ثابتة. لمصلحة قطر. تعود لمحمد عمر، يملك كرة محمد لكن إلى رمي التماس، تتحول مباشرة ملعوبة خاطئة من أدل علي، وفعلا حكم المباراة يعني يحول رمية التماس، خطأ يقع في أدل علي في تنفيذ رمية التماس، الكرة سقطت من يده وبالتالي يعني هذه هدية، الكرة تصل إلى نادي قطر وقطر يريد أن يبقي الكرة بحوزته في الدقائق المتبقية من عمر المباراة لأن هذا الأمر يذهب به إلى مبتغاه إلى نقاط ثلاثة أعتقد قد تكون هي الأغلى في البطولة، هي الأغلى في البطولة لو تحققت لقطر. مقطوعة عبد الله العريمي بشكل ممتاز من الطرف الأيمن، ينقل عرضية داخل المنطقة، صالح اليهري يبعد اليزيدي من لمسة إلى آلن توري إلى صالح اليزيدي، وتغطية دفاعية ممتازة. إبراهيم جمال إلى أسامة عمري، لإبراهيم لكن تقطع الكرة من أمامه. تعود آلن توري
يق الكرة في الطرف الأيسر. عبد القادر إلياس. عبد القادر يلعب لكرة مقطوعة تصل إلى أدن علي مجددا. المرخية في وضعية هجومية. يملك كرة يعيدها وسط الميدان الانتوري إلى صالح اليزيدي. اليزيدي في الطرف الأيمن إلى صالح الآخر الياهري. الياهري يعيد خلفية إلى جايتا. جايتا من لمسة إلى الحاج. المرخية يهاجم. الحاج يلقي الكرة ساقطة داخل المنطقة تبعد ليس إلى بعيد. أدن علي هذه المرة من الطرف الأيسر عرضية الصد وإلى خارج أرضية الملعب إلى رمية التماس. ملعوبة. انطلاقة سريعة وارتدادة مثالية لمصلحة قطر. الكرة تنقل في المساحة. ريبين سولاقا تغطية بشكل ممتاز. سلامات إن شاء الله لاعب نادي قطر. الواقع الآن على أرضية الملعب. بالسلامة إن شاء الله. بالسلامة. عبد الهادي الرويلي يطمئن إلى اللاعب أسامة محمد أومري صانع الهدف الوحيد في المباراة حتى الآن بشكل ممتاز. هذه هي الكرة المشتركة ما بينه وما بين جايتا اللي على إثرها يسقط على أرضية الملعب. والسلامات إن شاء الله. سلامات لأسامة أومري. طبعا أسامة عليه أو إن شاء الله يتمكن من إكمال المباراة. إن شاء الله يتمكن من إكمال المباراة لأن لو لم يتمكن من ذلك هذا يعني أن المرخية سيلعب أو قطر سيلعب الوقت المتبقي ناقص عدديا على اعتبار أن الكابتن عبد الله مبارك استنفذ كل تبديلاته وكل تغييراته حتى الآن. كل تغييراته في المباراة استبدلها الكابتن عبد الله مبارك. بإجراء ثلاث تبديلات سابقة خالد أحمد محمد عمر ثم التبديل الاضطراري لعبد الرحمن أبكر واللاعب السوري أسامة أومري اللي ينقل الآن خارج أرضية الملعب لتلقي العلاج اللازم بالسلامة إن شاء الله. يوسف آدم يتابع يناظر يشوف يفكر يبحث بطبيعة الحال عن مخرج عن عودة إلى هذه المباراة اللي ممكن أن تعتبر أهم مباراة له في بطولة الدوري. ممكن أن تحدد الكثير والكثير من ملامح البقاء أو الهبوط. يا يوسف في آدم. أسامة عمري اللاعب السوري لاعب نادي الوحدة السوري سابقا والحاضر إلى النادي قطر 26 عام وهو ثاني لاعب سوري يأتي من الوحدة في الموسم الحالي. أسامة عمري مع قطر ولدينا الهادي المصري مع النادي الأهلي كلاهما من الوحدة السوري اللي قدم مردود رائع جدا مع نادي الوحدة في بطولة كأس الاتحاد الآسيوي. كرة بنقلة في الطرف الأيمن حاضرة. توقل داخل منطقة الجزاء للمرخية. ملعوبة لكنها تبعد. تعود النقلة وسط الميدان مجددا. ملعوبة أدن علي في الجبهة اليسرى يقل العرضية داخل المنطقة وجاسم الهيل برافو. جاسم الهيل برافو. توقع الأمامية ملعوبة من الطرف الأيسر. عبد القادر إلياس مطالبة بخطأ ولمسة يد. عبد الهادي الرويلي كان قريب من اللعبة يأمر بالاستمرارية. محمد عمر في وسط الميدان الآن يقل فيها الجبهة اليسرى إلى خالد أحمد. بانطلاقة حاضرة أسامة بينية باتريك في موقف تسلل لم يتداخل مع اللعبة لكن تأتي الراية والركلة الحرة الثابتة لمصلحة المرخية. ريبين سولاقا في الطرف الأيسر. توقل
على مشارف المنطقة يبعد خالد أحمد، يملك كرة في الجبهة اليسرى. ملعوبة بنقلة أمامية سريعة ممتازة للمرخية، صالح اليزيدي، صالح اليزيدي عرضية داخل المنطقة، والدفاع يبعد، الدفاع يبعد إلى خارج أرضية الملعب. طالت الكرة وتحولت إلى رمية تماس، إلى رمية تماس. أو خطأ، عبد الهادي الرويلي يشير إلى خطأ، وركلة حرة ثابتة تأتي في مكان ممتاز، مكان ممتاز ومكان خطير لمصلحة المرخية. تقدم جول لاعبي المرخية الآن في منطقة جزاء قطر. هذه الدربكة أمام مرمى الحارس تؤثر بشكل أو بآخر. الكرة ملعوبة، برافو جاسم الهيل، برافو، صحي صحي، هكذا كرات دائما ما تكون صعبة على حراس المرمى، لأن الزيادة العددية أمام تحجب الرؤية نوعا ما، الدربكة تكون حاضرة لكنها يقظ. في الكرة الأخيرة جاسم الهيل يبعد فرصة مثالية كانت للمرخية من كرة ثابتة. ريبين سولاغا في الخط الخلفي يملك كرة مجددا لسولاغا. إلى الحاج محمد، الحاج من الطرف الأيمن في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة المتبقية. متابعينا الكرام، المرخية يواصل هجومه، وقطر حتى الآن بصلابة دفاعية يرفض أن يستقبل الأهداف في هذه المباراة. تعود إلى صالح اليزيدي، صالح بنقلة إلى الريبين، السولاغا يلعبها ساقطة خاطئة مباشرة إلى خارج أرضية الملعب، تتحول إلى ركلة مرمى، إلى ركلة مرمى لمصلحة قطر. بهدف مقابل لا شيء، قطر يتقدم، حتى يتقدم على المرخية حتى اللحظة. متابعينا مشاهدينا الكرام، سجل في وقت مبكر من انطلاقة المباراة تقريبا في الدقيقة الخامسة، وبواسطة لاعب ووافد الجديد باتريك فابيانو اللويز. ومنذ تلك الدقيقة وقطر قادر على التماسك والأداء بشكل صلب في منطقة وفي الخط الخلفي. الوقت الأصلي ينتهي وخمس دقائق، حكم المباراة يشير إلى أنها وقت بدل ضايع، وقت طويل، وقت طويل، خمس دقائق. بإمكان المرخية ربما لو أراد العودة وبحث عنها بشكل أكبر وبحث عن حلول أخرى قد يتمكن من ذلك، قد يتمكن من ذلك. سلامات الشرق لاعب قطر الواقع على أرضية الملعب، عبد الله العريبي هو اللي يسقط على أرضية الميدان الآن. عبد الله العريبي كرة بنقلة تعود إلى ريبين سولاغا، أمامية ملعوبة، عبد الرحمن أبكر يبعد كرته، تعود إلى سولاغا، ريبين ينقلها ساقطة، عبد القادر إلياس خطيرة، إلياس 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 التعديل، كرة التعديل بشكل لا يصدق ضاعت من المرخية. المرخية لا يريد أن يسجل في هذه المباراة، كرة كانت حاضرة في الوقت بدل ضائع لكنها عدت، تعود بارتدادة سريعة من الطرف الأيسر الآن لمصلحة قطر، وخالد أحمد يتعرض للإعاقة، السقوط والصافرة أيضا حاضرة، الخطأ لمصلحة قطر بشكل ممتاز. هذه هي كرة عبد القادر إلياس، لعبها عرضية لكنها لم تجد المتابعة، لم تجد المتابعة، مرت وعدت، كرة خطيرة لمصلحة قطر. ركلة حرة ثابتة تنفذ بشكل قصير لمصلحة قطر بخبرة اللاعبين الآن اللي موجودين مع الملك القطراوي. يحاول قطر أن يحافظ على كرته، حرمان المرخية من الكرة، إبقاء الكرة بحوزتهم هو ما يبحث عن قطر الآن اللي يهاجم من الطرف الأيسر. كرة ملعوبة أمامية
لكنها تبعد إلى خارج أرضية الملعب. تعود سريعة الريبين سولاقا. سولاقا في الطرف الأيسر إلى أدن علي. إلى أدن علي في الجبهة اليسرى. صالح اليزيدي. صالح يحاول التقدم والمرور. صالح اليزيدي يسقط صافرة وخطأ. صافرة وخطأ لمصلحة المرخية في مكان خطير. لاحظ هنا التدخل الماضي ضد صالح اليزيدي. الخطأ في مكان خطير. مكان خطير للمرخية. الركلة الحرة الثابتة القادمة. تقدم كل لاعبي قطر في منطقة جزائهم الآن. الكل في منطقة الجزاء بالنسبة للاعبي قطر. وكل لاعبي المرخية أمام منطقة جزاء قطر باستثناء طبعا الحاج محمد اللي يقف وحيدا للتغطية في الخط الخلفي. وهنا ألنتوري لا يا رجل يلعب الكرة بشكل خاطئ تماما إلى خارج أرضية الملعب إلى ركلة مرمى. إلى ركلة مرمى حاضرة لمصلحة قطر. ملعوبة جاسم الهيل ينقل الكرة في الطرف الأيسر. تدخل وصافرة أيضا وخطأ لمصلحة المرخية. خلاص نتحدث عن الدقيقة الأخيرة من الخمس دقائق اللي قدرها حكم المباراة كوقت بدل ضايع. متابعينا مشاهدينا الكرام ممكن في هذه الدقيقة لأن المرخية عند ركلة حرة ثابتة الكل يتقدم إلى الأمام. أفينالدو حارس المرمى هو من يلعب الكرة الثابتة داخل المنطقة الساقطة. فيها محاولة وجاسم الهيل برافو. جاسم الهيل برافو. خروج من مرمى يمسك بالكرة الماضية. اللحظات الأخيرة قبل النهاية. قطر ربما في طريقة لتحقيق ثالث انتصار بالنسبة له في بطولة الدوري. المرخية لو خسر ممكن كثير من أمور من يهبط ببطاقة مباشرة تتضح من خلال نتيجة هذه المباراة. لسه بدري احنا نتحدث عن المباراة الثانية من القسم الثاني ولسه ثمان مباريات متبقية. يعني 21 نقطة ستكون حاضرة. الكرة تعود بنقلة مجددا لمصلحة المرخية أمامية ملعوبة. الخمس دقائق خلصت. وفعلا متابعينا الكرام صافرة الختام من عبد الهادي الرويلي. قطر يحقق ثالث انتصاراته في بطولة الدوري. المرخية ضحية مفضلة لنادي قطر رايح جاي ينتصر عليهم وبنفس النتيجة بهدف مقابل لا شيء. سعدت بصحبتكم. لنا لقاءات تتجدد بحول الله وعونه. إلى ذلك الحين.